أسطورة 31، 31 عنوان الأسطورة: رأى ربه مرتين نقاط صور الرب الأرضية والسماوية. رأى ربه مرتين صور الرب الأرضية والسماوية. قال شيخ التيمية: فتبين أن القاضي ليس معه ما اعتمد عليه في رواية اليقظة إلا قول ابن عباس وآية النجم، وقول ابن عباس قد جمعنا ألفاظه، فأبلغ ما يقال لمن يثبت رؤية العين أن ابن عباس أراد بالمطلق رؤية العين لوجوه. هذا في بيان تلبيس الجهمية جزء 7 في صفحة 288 كما ذكرنا سابقا. أقول هنا خطوات: خطوة أولى، في نفس مورد البحث في الأسطورة السابقة والتي تقع تحت عنوان أبلغ ما يقال، فرع تيمية الكلام عما ورد عن ابن عباس من أخبار تتضمن نوره لا يدركه شيء، ورأى ربه مرتين، وما ورد في تفسير أو تأويل قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى. خطوة ثانية، حاول ابن تيمية عبثا إكمال نظريته التجسيمية الأسطورية الخرافية، فأتى بكل ما يستطيع من محاولات لإثبات ما يريد، حتى لو أبطل ونفى كل المعاني الصريحة والظاهرة للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة، حتى أنه التجأ إلى أوهن التأويلات، وأسفه التأويلات من أجل تجسيمه الخرافي في الوقت الذي يفتي بتكفير وقتل أصحاب التأويلات. خطوة ثالثة، ها هو تيمية يأتي بفتح أسطوري جديد ويردفه بآخر وآخر، فزعم أنه رأى أحد جوانب ربه وجزءا من ربه وليس كل الرب، فيصح عنده أن يقول رأيت ربي كما أن أحدنا يقول رأيت السماء، وهو لم يرى كل السماء بل رأى جزءا وجانبا من السماء. خطوة رابعة، ثم زعم أن رؤيا الفؤاد هي رؤيا عين بالنسبة للأنبياء، فعندما يقول رأيت بفؤادي يعني رأيت بعيني. وإذا كنت تعتقد بما تقول يا تيمية، فهل تستطيع التفضل علينا بالإجابة عن سبب إنكار مقلديك رؤية العين ظاهرا خوفا وتقية؟ فإذا كانت رؤية الفؤاد متحدة مع رؤية العين عندك، فلماذا لا يقبل أتباعك بهذا المعنى؟ فهل ماكنة التكفير والتقتيل والإرهاب تقتضي الخلاف وتأسيس الخلاف وتجذيره وتأصيله وتثبيته وتجديده وتعميقه باستمرار؟ خطوة خامسة، وزعم أيضا أن للرب عدة صور أليف وباء، أليف بعضها غير النورانية وليست نور الله، وهذه تراها العين في الدنيا ويراها الفؤاد في الدنيا. ولا ننسى رؤية الفؤاد عندها رؤية العين، وأن رؤية الفؤاد هي رؤية العين. باء، والبعض الآخر من الصور هي الصورة النورانية وهي نوره الذي تجلى به، وهذه لا يمكن أن تراها العين في الدنيا، فعيون الدنيا لا يمكن أن تراها، أما في الآخرة فالعيون تختلف وستكون لها القدرة على رؤية الصور النورانية وهي نور الله. فماذا أبقيتم لليهود والنصارى والصابئة والحرانية والمجوس والسيخ والهندوس والبوذة والوثنيين؟ فكلهم يقول
بالصور والتجليات للرب في الأرض وفي السماء. وأنت بنفسك قلت يا شيخ ابن تيمية بأن كل إنسان يرى ربه بصورة تتناسب مع مستوى إيمانه واستقامته أو إشراكه وكفره وانحرافه، فلماذا تكفرون الناس؟ فلماذا تكفرون الناس وتسفكون دماءهم وتنتهكون أعراضهم وتسلبون وتسلبون وتنهبون ممتلكاتهم؟ خطوة سادسة، بعد أن أثبت رؤية العين في الدنيا وحسب وهمه، فإن ابن تيمية بخرافته يثبت رؤية العين لله في الآخرة، وتشمل الرؤية جميع صور الرب حتى الصور النورانية. تعالى الله عما يقولون، فيقول إن رؤية الآخرة تختلف عن الدنيا، والعين في الآخرة تختلف عن عين في الدنيا. فعين الآخرة عند ابن تيمية، فعين الآخرة عند ابن تيمية تدرك الله تعالى حتى حال صورته النور وتجليه بنوره. فعين الآخرة عند ابن تيمية تدرك الله تعالى حتى في حال صورته النور النورانية وتجليه بنوره، فيراه في الآخرة جعدا قططا شابا أمرد منيرا مشعا براقا بنوره الذي تجلى به. سبحان الله وتعالى عما يقوله ابن تيمية وأتباعه وأئمتهم.